نبدأ في الأخبار، يعني يمكن عندنا شوية أخبار النهاردة. عايزين ألو، معنا إحنا معنا كم خبر النهاردة؟ معنا كم أخبار النهاردة؟ معنا النهاردة يمكن أول خبر النهاردة معنا الكابتن أحمد مدبولي. ناس كتير قوي اتكلمت إن أحمد مدبولي ماشي خلاص من نادي الزمالك. والأول أنا عايز أقول إن أحمد مدبولي من اللعيبة اللي يا جماعة ما بتعملش أي مشاكل، تعملش اي مشكله، وعمره ما قال انا عايز العب، مش عايز العب، لا الراجل ما بيعملش اي مشاكل. بس هو حظه ان البدايات زي ما قلت لكم ان هو ممكن في اول مباراه او اتنين ما ظهرش كويس، فبص خلاص يعني مش حاطه في حساباته. طبعا لعيب زي احمد مدبولي لازم يجي له عرض واثنين وثلاثه، وجاي له عروض كتير قوي يعني. فالكلام ان هو كان احمد مدبولي ان خلاص ان هو كلام ماشي، لا احمد مدبولي مش ماشي. احمد مدبولي قاعد والجهاز وإدارة النادي متمسكة بيه. وعايز أقول لكم لغاية دلوقتي الكلام اللي بيتقال إن أحمد مدبولي خلاص مشي ده، لا لا لا، مالوش أي أساس من الصحة. في عندنا برضو بخلاف مدبولي عندنا شوية أخبار تانية. يمكن خبر أهمهم الخبر إن الزمالك بيدور على باك ليفت. لغاية دلوقتي الزمالك بيبحث على ظهير أيسر. عايز أقول لكم إن الكلام كتير، والزمالك عايز مهاجم، والزمالك مش عارف مين بيرشح مهاجم. الراجل مقتنع بكاسونجو لاقصى درجه، وهو شايف زي ما قلت لكم 18 لعيب، مش عايز اكتر من كده. فهو في طلباته جروس قال لك انا مش عايز غير باك ليفت. فدلوقتي في اتصالات مع ثلاث فرق، وفي يعني في وصل يعني تقريبا في اتفاق خلاص شبه نهائي مع احد الانديه دي. طبعا يعني بنسبه كبيره انا عارف مين، بس ما بحبش برضو ان احنا نروج لصفقه او نسوق لصفقه. فاحنا لغايه دلوقتي اللي انا عايز اقوله بس واكده ان الزمالك يا جماعه او الراجل جروس اللي طالبه طالب باك ليفت. هو شايف ان فرقته متكامله، وبصراحه يعني انت لو هتبص في انديه مصر وانديه افريقيا والدول العربيه والشرق الاوسط كله، لا فيش فرقه زي الزمالك، من اعظم واقوى اللعيبه في التاريخ اللي جت موجود دلوقتي في نادي الزمالك. ممكن هو بقى عايز باك ليفت ينفذ فكر معين في دماغه، ينفذ حاجه معينه في دماغه، الله اعلم. بس اللي انا باكد لكم ليه ان هو طلب فعلا باك ليفت، والاداره مستجيبه يعني. كان عندنا برضو اللي عايز اقول لكم الفتره اللي جايه ان الزمالك هيلعب بالطقم الجديد او التيشيرت الجديد من غير اعلانات عليه. هو طبعا في الزمالك طالب فسخ التعاقد مع الشركه الرايه، وبعت خطاب رسمي كده. بس زي ما قلت لكم مفيش لغايه دلوقتي لا العقد ما اتفسخش. فالزمالك من ناحيته يعني قال لك لا خلاص، طب انا هلعب من غير اعلانات خالص على التيشيرت. كان ده الطقم الجديد، على فكره طقم شيك جدا. ولعيبه الكوره دايما ما بيعجبهاش العجب في اللبس، لكن يعني السنين اللي فاتت كلها ما كانش عاجبها من لطقم اللبس او الكلام ده. لا بس انا شايف ان في اشاده من اغلب اللعيبه يعني ان هي عاجبهم الطقم، والطقم الاحتياطي برضه لونه تحفه لو الازرق ده يعني. فلغايه دلوقتي زي اقول لكم ان الزمالك هيلعب من غير اي اعلانات على الـ على الـ على التيشيرت ده. ورب ان شاء الله التيشيرتات دي تكون وشها حلو على الفريق يعني. على فكره لعيبه كتير قوي ومدربين وادارات بيؤمنوا بالكلام ده يعني. في يقول لك يا عم هو التيشيرت هو اللي يعني هو اللي هيجيب مباراه، يعني نوع من التفاؤل يعني، ايه المشكله؟ فما يبقى شيك وتفاؤل واول مباراه تلعب بيه وتكسب، لا حاجه تبقى حاجه اروع يعني واروع يعني.